السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا ليكم بواحد الموضوع ديال موضوع الساعة. موضوع اليوم لا غادي نهضروا اليوم على هذاك السيد اللي بعقله بالمستاش وكملته باللحية اللي هو سيمورات زوج فاطمة الزهراء اللي كانوا غادي يشتركوا، ماشي مشتركين، غادي يشتركوا في لالا العروسة ورفضوا وتقلقوا وطلقوا وبانوا على حقيقتهم وعودوا رجعوا لبعضياتهم بعد ما المرأة ديالو فاطمة الزهراء دارت القناة وتفعلت ليها وتفعلوا معها الناس وساعدوها واستمرت الحياة. واحد النهار خرج الراجل طماع، بان فيه الطماع، ولا تابع واحد البرهوش، تزوج واحد البنت من العربية من البادية وتفلى عليها. بعد ما تفلى عليها وحملات قال لي هانوضين بدون ضربه ونتعيره وتهضري في واحد المواضيع ما بغاتش هي البنت، ما بغاتش. قالت لي لا، يكفينا اننا الناس كيساعدونا من الجالية المغربية والناس في المغرب وداعمين القناة ديالنا وبركة، ما كيلاش نبداو نكذبوا على الناس. هاد القناة ديال أسامة أسامة وسليمة. المهم واحد النهار حتى خرج هذاك أسامة تيجري وتيعورط وتيغوت وتيقول عباد الله المرأة مشات لدارهم، راني مشيت نجيبها وضربوني خوها. خوها اللي يديه خدامة في الفلاحة وخدامة في البقر وخدامة بلا حشمة بلا حياة، ما اعتبروش انه راها خال ولده. وجبد لينا شي تصاور اللي مفروض هو كرجل كزوج، لانه ما بقاش برغوش، هو اللي بغى يكون راجل خصو يكون عنده تصاور، الا عنده تصاور ديال المرتو او جالسين خصوصيات زوجية وفي البيت ومسائل خاصه كتبقى عند الزوج عند الزوجه. ما عرفتش علاش هادو لا كبار ولا صغار غير كيتخاصم الراجل مع المراه، تيخرج يبدا يجبد لها الفضايح. وحتى الا كانوا ملاقيين في السر وداروا شي فضيحه بيناتهم ولا حتى الناس عارفينها، كينوضوا يخرجوها لعباد الله، كلشي هادشي غير على حساب الفلوس. المهم هاد جوج قنوات هادو غنتكلموا عليهم اليوم. قلنا بالله هذاك السيد خرج كيجري مالو ما مالو، تبع هذاك مراد، تبع هذاك الولد اسامه. هذاك اسامه بعد ما نشر كل شيء الغسيل ديالو لعباد الله، شاف الناس بدات كتعاطف مع الزوجه ديالو اللي هي بالابن ديالو. خرج الاب ديالها وتكلم على بنته انه تيبغيها وغادي يساندها وساندوها خوتها بعد ما كانوا رافضين. وطبعا هذه مساله تيكون جاري بها العمل، ملي تكون البنت غلطت مع شي ولد راه ما تيبغيوش دارهم، وفي الاخير كيقولوا نستروهم ونجمعوا سعيد بسعيده ونهنيوا المساله. دابا هذا السيد هذا الشيء ما كانوش كيعرفوه الناس، خرج كيعاير بعد ما كان اصلا في الاصل هو ما احترمش جداه، ما احترمش العائله ديالو، ما احترمهاش، كيعايرهم وكيسبهم وتيخرج بشي فيديوهات في شي شكل، وداك الشيء نجح ليه وتعاطفوا معاه الناس. هذا هو الغلط ديال الناس اللي كيتعاطفوا ما كيعرفوش مع من تيتعاطفوا. مشكلة ماشي هنا، حتى الولد كما كان الحال كنقولوا لي حنا باللغه العاميه ديالنا هذاك البرهوش، حنا كنقولوا لي هذاك الرويجل، لانه ما احترمش المراه اللي هي كامرأة، كأم، كأخت، جده، خاله، عمه، لازم نحترموها كامراه وعاد زوجه، يعني في دمتك هي، في تقليدك، في رقبتك، ام ولدك، كما كان الحال تكون خصك تقبل عليها. تلاقيتو بالمعروف، تفرقوا بالمعروف، غضبت مشات لدارهم، صافي سكت، مشيتي وقع شي غلط، يعني هذاك الغلط اللي وقع مع خوتها السبب فيه انت، والدليل هو هادشي اللي طلعتي به. نوض يا مراد، يا اللي بعقله، يا اللي داير المسطاش وداير حتى اللحيه وعند واحد السن اللي يخلي الناس اللي شافوه في الزنقه ولا شافوه شي بلاصه كيعطيوه واحد القيمه. عاد داير قناة من بعد ما دارت مرتو القناة دعمته ودار قناة،
يعني ما بقاش قاداه المراه ويجلس ويكذب هو وياها، لان هذيك المراه ديالو حتى هي طلعت هذيك القناه بالكذوب بالتفاهه، دارت عجوزتي خرجت عجوزتي مشيت من هنا رحنا مشينا جات الوالده راه جراو علينا راه ما بغاتناش راه ما داروش العشاء كيف ما بغينا راه سدوا علينا بتنا بالعشاء، شي حوايج خايبين عناوين ما عندها حتى شي فائده ولا محتوى ولا شي حاجه اللي غادي تفيد هاد الناس. شاف هو داك العناوين سالات عندهم فقدات، قال اش ندير ما ندير، يلا نمشي نجري من مور هاد اسامه هكا هكا خارج بفضيحه. اش داك ليه راه عاد زيدي سخنتيه بحال لقيتيه شاعل وزدتي عليه البنزين، عيب عليك داك الشي اللي فيه طلعتيه اكثر منه وعرفتي تحط النقطه فوق الحرف. هانت مصور معاه كيهضر مع ندى حسي وتيسب فيها وتيعيرها، والاخرى حتى هي ما تتحشمش ما كتعرفش الحياه كاع منين كيجي، ها انت وقف كيعير في المراه ديالو في النسيب ديالو وانت حاضر واقف ما قلتي ليش نين عن الشيطان، والهدف كان عندك هو انك تطلع القناه ديالك باش تشري الفراش، واش حنا ما نفرشوش؟ شوف لا شوف شوف الاداب، شوف الاحترام، شوف الرجوله، شوف كيفاش هاد السيد كيهضر كيشجعو. ها هو جالس معاه في القهوه وتياكلو ما تيشربو اتاي ما مسوقش ليه باغي يزيد يهضر وحتى كيفكرو. ايوا ايوا قول ايوا، والاخر كيسخن كيهضر كما كان الحال. فرق السن اللي بينك وبينه كيعطي انه هو ما عندوش العقل، واحد النهار غادي يسامحوه الناس بعد ما قال داك الكلام الساقط داك الكلام الخايب داك الكلام نازل بزاف على نسيبه على نسيبته، وكان باه ناعس في القبر ديالو هو كيخرج فيه انه باه غادي يكون كان باه حي كان غادي يدير لنسيبته وغادي يفعل ليها. يعني راه اش غادي نقول لك، وزاد كيسافر بيه من بلاصه لبلاصه وكيشجعو خد هاد الطوموبيل واحد السيد سخي عنده الفلوس. انت يا فين 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 مربي انت؟ انت داكشي اللي كان فيك مخبي وكان صابر عليه هذيك السيده اللي بدات القناه ديالها بالبكاء والنحوط والهنوط، زدتي انت بينتي انك انت واحد السيد طماع فليسي محتال انتهازي، عيب عليك راجل عندك شحال من شعره في الشلاغم ديالك وعاد في اللحيه وكتخرج وكتدخل في قناه اخرى وعندك استعداد انك تمشي عند ندى حسي وتمشي عند نزار وتمشي عند الشكوحه باش تزيد تكبر القناه، وبالوقاحه اللي فيك دخلتي مشيتي كتجري قلتي راه هرب لطنجه وهو مشى كيسجل اغنيه ومشيتي حتى انت ودخلتي وكتشطح. انا راه الغريب اللي استغربت لي انك انت كتشطح وما عندكش الوجه اللي تيحشمش، ما عندوش الوجه علاش يحشم، ما عندوش كنقولوا حنا ما عندوش المراقات ما تيمرقش، غادي قال لك تيشطح تيشطح على الاغنيه اللي داير الاخر دايرها اسامه. هو كما كان الحال باقي بادي حياته، هاد باغي باغي يعير باغي يساب، عنده الجرأة باش يهز الكارت الزواج ديال مرتو ويمشي للوطيل ويدخل بيه مع انسان اخرى، يعني احتيال على السلطات. عنده جرأة انه سب الامن الوطني قال لك ماشي وطني، ها هما دابا شدوه باش يوريهم الوطنيه كيفاش يدخلوا ليها وكيفاش هو يعاملوه بالوطنيه. عنده الجرأة انه يسب الناس كبر منه ويعير ويسب، عنده الجرأة انه ما يحشمش من راسه، عنده الجرأة انه تفلع على الجالية وتفلع على الناس، وهذا اللي خص الناس اللي يعرفوا كيفاش يطلعوا القنوات اللي هي فيها الإفادة مش اللي فيها التفاهة. كتدوروا دوروا 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 كترجعوا وكتلقاو راسكم انكم مشيتوا مع واحد القنوات في اتجاه غلط، ملي كتجيو غير عاونوا راسكم لايك اللي درتو ديروه ديزلايك صافي وسدينا وطاحت القناه، خليهم يعاودوا يديروا قناه اخرى وجربوا وشوفوا واش غادي يقدروا يطلعوا. ما يقدروش يطلعوا وغيحشموا وما يبقاوش يديروا الحوايج اللي هي خايبه وما يبقاوش يقولوها. واش ما كتحشموش ملي كتشوفوا دوك القنوات؟ حنا الوحيدين في اليوتيوب اللي المغرب كيخرجوا الناس مصندلين، ماشي كلهم المغاربه راه ماشي هما كيبتلوا المغاربه،
راه كيمثلوا نفسهم، ولكن حنا اللي عطيناهم الساحه يجلسوا فيها ويوسعوا راسهم ويعطوا لراسهم واحد الارياحيه في الكلام، واحد الارياحيه في التفاهه، واحد الارياحيه باش يتشهروا، واحد الارياحيه باش يدخلوا لواحد المجال ويحطوا رجل على رجل ويديروا اليد على هذا الجنب ويديروا اليد على هذا الجنب ويكونوا عباقره ديال وقتهم. خصكم تعرفوا بالله راه هاد القنوات التافهه كتدعم بعضياتها وكتدعم نفسها من 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 قناه اخرى، لدرجه انها عادي انها تمشي لعند ناس اخرين وتدخل وتقول لي انا فلان كانه هو مشهور، يعني راه فاتوا الفنانين وفاتوا المغنيين وفاتوا الناس الاطر الكبيره اللي ما بقاتش كتبان، اللي ولات مستحيه وجالسه وكيقدم ليه راسو كيقول ليه تفضل جلس وكيقول ليه بغيت ندير معاك فيديو، ما بقاش يقول لي دعمني، تيمشي عنده كيتجرأ عليه وتيمشي عنده بالفكر بالذكاء، بالفكر يعني الخارق اللي عنده بالذكاء. شوف هاد مراد ما عنده حتى إرادة إلا الإرادة ديال نفسه اللي مشى وجلس وطيح براسه وقال لك أنا بغيت نرد المصداقية ديالي. فين هي المصداقية؟ طاحت تقلب عليها لا لقيتيها هزة، شوف فين غادي تحط لك، ما تبقاش تلصق عليك المصداقية. عاد زيتي بينتي ان حتى مرتك داخله في قناة كتضحك على عباد الله، كتضحك على الناس، بحيث راه كاينين قنوات زوينة، قنوات اللي ممكن الانسان يتفرج فيها وياخذ منها واحد الافادة. القناة ديال زها اللي كتبني هي وراجلها يد بيد، كيبني وكيحيدو وكيريبو وكيخطئو وكيوريوكم نتوما تستافدو من الاخطاء ديالهم. الا بغيتو تبنيو تبنيو بحالهم وتبنيو احسن منهم، لانهم موراوكم الاخطاء وتا واحد ما كيدخل عندهم وتا واحد ما كيدعمهم. كاينه القناه ديال الخراز اللي كتبين للناس ان راه كاين اجرام الواحد خصو يتخطاه، وراه العداله والحق والقانون راه كيوقف هو الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى. كاينه القناه ديال رشيده الراسي اللي هي كتبين كيفاش كانت السيده كتعاود الحكايات ديالها ومرجوعها لبلادها، وكيفاش داك التجمع والتضامن العائلي، وكيفاش كتعيش مع ولادها، وكيفاش كتبين ان هاد السيده هادي انها راه قادره على الزمان، وان الزمن كيتغير ويقدر يعطيك، وماشي بالضروره انك تمشي وتحرق. راه قالت لك انا حرقت وما بغيتش نشجع، ولكن رجعت لبلادها وكونت راسها وكتعطيك كيفاش كانت هي، ان في الاول كانت تجتهد. كاينين قنوات ديال سميتها هذه قناه ديال رانيا اللي كانت العائله ديالها والحماه ديالها وداك التجمع ديالهم، كيفاش داك الحب ديال العجوزه مع الحماه مع الاب مع كيفاش هاد الناس مع الزوج مع التقاليد، ماشي الا بغينا نديرو شي حاجه نديروها واو ونخسرو فيها، نديروها غير بسيطه ولكن يكون فيه تكون فيها العائله اكثر، نمشيوش نخسرو ونديرو كلشي ونجمعو غير اختي وبناتي وولادها وجوج ديال الناس، وحنا يجيب الله يلا الله اللي كيطبل اللي كيغيط داك الطقم ديال الحفله اكثر من المعروضين، خمسه ديال الناس اللي جايين والباقي كله نقاقف وحاله حاله. تقوا الله الناس وعرفوا شنو كتدخلوا وتعرفوا شنو كتفرجوا وتعرفوا اش كتشوفوا وتعرفوا اش كتدعموا. وبحال هذا البرهوش هذا اللي دابا خرج زيرت 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 مع راسو وجا لاخر دعموته هو، ولا خايف وهربان وخلاه، ولا كيقول لك لا حق انا مشيت ندي امي، مشيت ندي امي للسبيطار ومشيت ندي با للكلينيك، علاش ما توقفش معاه؟ لا ما نخليهش والله ما نخليه. ولكن منين جا الصح وجات الشرطه وجا الامن الوطني اللي هو وطني وعرف كيفاش غادي يوريه الوطنيه ويربو عليها، فلتي بجلدك قلتي لا انا نحمي رطب وانت تزيد وخليتي. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من بزاف ديال الحويج كيطراو وانتوما دعمتوهم بيديكم. انسحبوا راه العرض ديالنا، هذا راه العرض ديالنا، راه ماشي حنا بغيناهم، راه هذوك الفلوس الا ما خدهمش هما ما غياخدهم حتى واحد،
داك الادسانس وداك الشيء وداك الحيحه ودوك الملايين راه هي غير ياخذوها، ولكن بواحد البراءه، بواحد النظافه، بواحد المحتوى زوين. راه حيت الا ما خداوش ما غناخدوهاش حنا، ولا غتاخدوها نتوما، ولا درتو ديزلايك راه بقات تما. لا راه غير على الاقل يترباو. الله يجازيكم بخير، حاولوا تفرجوا ونشروا ووزعوا ودخلوا القنوات اللي زوينه، ومنهم هذه هي اللي منها بزاف اللي كتبدا كتشرح بالصوت انها تلفت النظر والانتباه لشي حوايج ماشي هما هذوك اللي ماشي في صالحنا، اللي ممكن ولادنا يتضروا فيهم مستقبلا وحفادنا. ولكم جزيل الشكر.